أمل يا أمل. أيوة أيوة يا هشام، لحظة هيني جاي. أيوة نعم. يعني مش سامعة هالغوش والطوش؟ لا أنا عارف أقرأ ولا عارف أهدى. سامعة وماله؟ وماله؟ يا هشام يا حبيبي، أنا أكم مرة قلت لك اتركني أربي أولادي تربية علمية حديثة سليمة، صح؟ اسمع اسمع. يقول العالم النفساني دان كوبرن إن العقد النفسية للإنسان تبدأ من مرحلة الطفولة المبكرة، حيث يمنع الوالدان أبناءهم من تحقيق رغباتهم. ويقول المربي بس 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 مربي، ويقول العالم ويقول مربي، فش مربي أو عالم قال إنه الطفل الصغير لازم يكون إنسان مش عفريت؟ خليه يلعب. أرجوك يا هشام خليهم يلعبوا، لا تحكي معهم، اتركهم خليهم يلعبوا. عاجبك اللي بيعملوه يا هشام يا حبيبي؟ يقول الدكتور اتش جي إلبرت إن زجر الطفل خلال اللعب يقتل في نفسه المواهب. مليح والله، بين الثلاجات والغسالات والفرن والغاز خليهم يلعبوا. عاجبك؟ عاجبك يا ستي يلعبوا في المطبخ كمان؟ وإيش فيها يا هشام؟ إيش فيها؟ طب شوف شوف، منيرة ممكن تطلع رسامة، سمير ممكن يطلع مهندس معماري، ومنير ممكن يطلع لاعب كورة، وأنا ممكن أطلع مجنون من هالبيت. وين رحت؟ لساتك ما استرحت. لساتني ما استرحت؟ أي هو هذا البيت فيه راحة؟ اسمعي، أنا طالع أرتاح برا، وإنتي خلي إلك البيت وارتاحي على كيفك، وخلي ولادك يمارسوا هواياتهم بخاطرك. بس يا أخي هذا الحكي اللي تحكيه مش معقول وما حدا بيتحمله. بعدين معك يا جميل، هذا اللي حكيت لك إياه بالضبط هو اللي بيصير. الله وكيلك، كل ما بدي أحكي مع واحد من الأولاد بتمنعني، حتى صرت أحس حالي غريب عن البيت وعن الأولاد. طب يا أخي يا هشام، ما قدرت تقنعها إنه هذا أسلوب غلط وأسلوب غلط التربية؟ حاولت كثير وفيش فايدة. الله وكيلك، كل ما شافت لها جملة في كتاب بتحاول تطبقها علي وعلى البيت وعلى الأولاد، وحتى صرت أكره الكتب في البيت. طيب اسمع، أنا عندي فكرة يمكن إنها تريحك وتلاقي لك حل لهالمشكلة. يا ريت. إيش هي الفكرة؟ شوف يا سيدي، أنا عازمك أنت ومسمير والأولاد عنا على البيت، بركي مرتي قدرت تأثر على مرتك وخلتها تغير طريقة التربية، ومندردش مع بعض، شو رأيك؟ والله رأيك معقول، أنا موافق. ويا سيدي إحنا بانتظاركم الليلة إن شاء الله. هشام، إحنا جهزنا يا هشام، يلا. إيش هذا؟ فوتبول. فوتبول وين ماخدينه؟ إيه بده يلعب فيه الولد، بلعب فيه بالبرندة يعني، شو فيها؟ لا يا أمل لا، إحنا رايحين عند صديقي، بتعرفي أول مرة أنا وياك والولاد بنفوت بيته، يعني لازم نبين قدامه ناس مثقفين ومتعلمين، وهذا الحكي ما بيصير، خلي الفوتبول هون. وبعدين معك يا هشام، بلشنا من هلأ نكبت رغبات الأولاد يعني؟ ولا بدك يعني نروح نفضح حالنا قدام الناس؟ يلا يلا، تفضلوا، يلا. يلا يا ماما. يلا بلا فوتبول. هنا. نعم. أنا من رأيي إنك تشيل الأغراض هذول، بكون أفضل إلنا. لا خليهم هون، شايف كيف مكملين الصالون؟ أجوا. أكيد أجوا. لحظة أشوف. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، تفضلوا. يا هلا فيك. يا اهلين عمو. اهلين 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 بالحلوين. اهلين مدام. اهلين مدام، تفضلي. هلا 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 هشام. هلا هلا هلا، تفضلوا. يا اهلا وسهلا. اهلين مرحبا جميعا. اهلا وسهلا. اهلين اهلا وسهلا، كيف حالكم؟ الحمد لله. يا اهلين مدام، نورتينا. الله يخليك. اهلين، زادتنا البركه. الله يبارك فيك. لا تواخذونا يا جماعة، إن شاء الله غير أعوض لكم بداله وأجيب لكم تلفزيون جديد. لا تأخذيني يا خيتي يا هنا، والله ما أنا عارفة شو بدي أقول بهيك موضوع. موضوع؟
صراحة هيك موضوع ما بنحكى فيه. لا معلش يا اختي، انكسر الشر. اهلا وسهلا. انكسر الشر، انكسر الشر. هذا بعد في تلفزيون. عاجبك؟ عاجبك ولادك فضحونا هاي ترباية؟ يا ما هي قالت انكسر الشر، يعني انت زعلان على التلفزيون اكثر منها؟ بعدين معك، قلت لك 100 مره ربي الاولاد، ربي الاولاد وما تربيش الاولاد، فضحتينا. يسمعونا هسه او يقولوا عنا معقدين. معقدين؟ اللي بربي اولاده بكون معقد يعني؟ طيب اضحك اضحك واسكت، احسن ما يقولوا عنك معقد. اضحك اضحك. على ايش اضحك؟ اضحك ليقولوا عنك نكد. شو انت بدك هيك؟ هذا اشي ببكي ما بضحك. اهلا وسهلا، شرفتونا والله. يا ميت اهلا، كل يوم تعالوا. يلا قومي قومي، سامع شو بيقولوا؟ وين؟ جميل 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 جميل. اهلا وسهلا يا ميت، اهلا وسهلا فيكم، زرتنا البركه. معلش انكسر الشر، ولاد الغار ما بيتم. الله يرضى عليك. الله يخليك اياهم. شكرا. اهلا وسهلا. الو، انا منيره بالصف الثالث. الو الو، ايوه الو. خالد، يا ام خالد. نعم، شو في هذا الرقم؟ مش رقم جميل؟ هو عجيب. شو هي العجيبة؟ قاعد بتصل بنفس الرقم بترد علي مدرسة. يلا يلا بدنا نمشي، تسمحون؟ تسمحون. ما بدري يا جماعة. تعال يا ولد، تعال يا ولد. غيرها بغيرها، غيرها بغيرها. تعال يلا بخاطركم. يا اهلا وسهلا. يلا اجعلوها بعودي. مستغنيش. طيب يلا يا سلامة. يلا يا حبيبي، مع السلامة. الله يسلمك، شكرا لك. مع السلامة. ليه اللي انقلعوا؟ الحمد لله. روح روح جيب قلم ورقة. خير، ليش قلم ورقة؟ خلينا نحسب خسائر أصحابك، وجايب لي إياها كمان تعلم أولادها؟ أهي بدها ترباية. عجبك اللي صار؟ عجبك اللي شفتيه بعينك قدام الناس؟ وين بدي اودي وجهي من الناس؟ اقول لهم هذه تربيه حديثه، اشي بيرفع الراس. طبعا تربيه حديثه وسليمه كمان. يقول براون. بلا براون بلا بطيخ اصفر. اسمعي، اذا خليتيهم تلعهم هيك راح يسودوا وجهي بين الناس وراح ينعكس علينا هذا. ارجوك ارجوك يا هشام، اتركني اربي اولادي بطريقه علميه ورايح تشوف. ايش بدي اشوف؟ ايش بدي اشوف اكثر من اللي شايفه؟ اجى هذيك اليوم دار ام خليل بشكونا، بقولوا ابننا انكسر راسه، ولادي كسروه ونزلوا دمه، وقلتي لي لا تضرب الولد عشان ما تكسر شهامته قدام الناس، واجوا دار ام احمد قالوا له ابنك كسر لنا الشباك، وقلتي لي لا تضرب الولد عشان ما تكسر شهامته، وبعدين معاكي. انت عاد بتكبرها يا هشام. ايه اكبرها ولا لا؟ بدك تضلك تربي لاولادك هيك على الطريقه الحديثه؟ اسمعي، المره الجايه اذا طلعت عند اي ناس وسمعت اي شيء او سووا اي غلطه، انا بمنعك وتطلع من هالبيت، بتضلوا هون محبوسين، سامعه ولا لا؟ هذا منظر ترابيزه هذا؟ قومي نظفي نظفي الترابيزه. هلا جاي صاحبي هشام وعيلته لعنا يسهروا. هشام مع اولاد؟ طبعا مع اولاد، اولاد وصغار اللي تركهم في البيت يعني. اهلا وسهلا بالضيوف. طب قومي قومي رتبي هلا بيجوا. اها هذا جويد عند مطراهم، هاي وصلوا. اهلا وسهلا، تفضلوا. اهلين بيكم. يا مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلين. اهلا وسهلا. كيفك حمد؟ الحمد لله. اهلا وسهلا. كيفك؟ مرحبا جهاد. كيف الحال؟ اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا. تفضلوا يا مدير. اهلا وسهلا. شرفتوا والله. يا ميد اهلا وسهلا. اهلا بيك يا مرحبا. يا اختي زمان ما عملتوا ولا شيء. ان شاء الله نجيكي بالافراح. صحيح يا ابو جهاد، والحكي لام جهاد، يعني هم هذول الاولاد العفاريت اللي ما بخلونا نروح نزور حدا. صحيح يعني. الله يرحمهم. اهلا
عاجبك ولادك؟ شايفه التربيه؟ قومي نزليهم، قومي عيب اللي بيسووه. خلوهم يلعبوا يا رجال. طيب انا جاي منزل. منير تعي يا ولد، تعال يا حبيبي، تعي يا ولد. عيب منير، خلي انا بدي اقعد. تعال اطعميك. لا تاخذينا يا ام جهاد، لا تاخذينا. كمان شان يا اختي، معلش معلش معلش. لا تاخذينا. عاجبك ولادك؟ شايفه كيف فضحونا؟ بس ولاد مربيين مش زي ولادك. مثل ما بقول لك يا اخوي ابو خالد. يا رجل انت صاحبي وحبيبي، بدي مصلحتك يا رجل. فريق كرة قدم بتكون احسن منهم، ما خلوا لا كاسات ولا مزهريات، ولا خلوا فناجين قهوة، ما خلوا شيء بالدار. اسمع، التلفزيون اللي عندك اذا تعرف تحط حواليه شبك حرامي بكون افضل. اللي عندي خلص كمان انكسر. الله لا يوريك يا اخوي ابو خالد. شكرا كثير ومليح اللي نبهتوني. يا جميل شكرا. اسمعني، سلم لي كثير على ابو جهاد. اهلين، تحياتي لك. ام خالد، يا ام خالد. ايوه يا ابو خالد، شو في؟ تعالي بسرعه وفتحي لي عينيك وذينيك، بدي احكي لك هالشغله. خير؟ اسمعوا، هذه الزيارة آخر فرصة لكم، ها، وإذا واحد بيتحرك من مطرحه بدبره. إيش هالتعولة؟ فطبل؟ هذا بتخليه هون، فاهم؟ السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أبو خالد، تفضلي تفضلي. يا هلا يا هلا. مرحبا يا ام خالد. يا هلا يا هلا يا هلا. كيف حالكم؟ اهلين يا هلا. يا هلا بيك. اهلين يا هلا. يا هلا ومرحبا. ايه وين عفشكو؟ شو مضبطينه؟ ان شاء الله بدكم ترحلوا يعني؟ لا والله، لا بدنا نرحل ولا اشي، بس الحذر واجب.